لو قلت لك أن الجنة الواحدة ستكون بمقدار بلدك الذي تعيش فيه، ولو شو بدي أعمل فيها؟ لو قلت لك إنها بمقدار قارة بأكملها. الواحد بيجي هيك الجنة طبعا بيطلع براسه بستان أرض هيك مزروعة وكذا، لك قارة. لا كمان مش قارة. لو قلت لك أن الجنة التي ستكون فيها بمقدار الكرة الأرضية، أو ترضى؟ بل حتى إن مقدار الكرة الأرضية شيء قليل بالنسبة للجنة التي ستكون بها بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى قد وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، فما بين السماوات والأرض من الكواكب والنجوم والأفلاك والمجرات، كلها إيش؟ بين السماوات والأرض، وكلها شو؟ جنة. فما بالك بأصحاب اليمين ولهم جنات، في جنات يتساءلون.